جواري العصر الحديث، مجموعة من النساء بيعرضوا نفسهم بنفس طريقة عرض الجواري، سواء من خلال رقصهم في الأفراح أو في حفلات التخرج أو من خلال نشر رقصهم في الفيديوهات أو الصور المثيرة على منصات التواصل الاجتماعي. زمان كانت الجارية بتتقيم على حسب جمالها وشكل جسمها وعيونها وحجم أسدقها واستدارة حوضها، ودي بالظبط نفس البضاعة اللي بتعرضها الجواري في عصرنا الحديث بس بشكل مختلف شوية. فبقت الأفراح وحفلات التخرج في الجامعات عبارة عن سوق جنسي مفتوح للانتقاء الجنسي وإبراز المفاتن لانتقاء أفضل وأجود أنواع الذكور. والمشكلة الأكبر من كده هي وقاحة البنات دي ووقاحة أهاليهم وعدم اعترافهم بالخطأ وتبريرهم لده بإن البنت بتكون مبسوطة، ولكن مش دي الحقيقة. الحقيقة هي استهداف الرجالة، أو بالأخص استهداف أفضل نوع من الرجال اللي تقدر تتمن وتشيل البضاعة دي بأعلى سعر، واللي البنات أو الأمهات بتكون متوقعة إن إظهار بناتهم لمفاتنهم أو رقصهم في الأفراح أو في حفلات التخرج بيرفع من قيمتهم السوقية الجنسية في سوق التزاوج. وللأسف دي الحقيقة، وأغلب الأمهات بقت بتشجع بناتهم على ده، وخاصة في الأفراح، اللي هو أمي يا بنت هزلك هزتين قدام الواد اللي لسه راجع من الكويت ده عريس لقطة. فالمشكلة الأكبر في الأهالي والبيوت اللي ما فيهاش رجالة، فياريت يتم منع هذا الفعل المشين من حفلات التخرج في الجامعات، وياريت الأهالي هي كمان تلم بناتهم من الرقص في الأفراح أو في حفلات التخرج، وياريت أي بنت تفكر تعمل كده تتعظ من اللي عمله كده قبلها. مفيش راجل بجد هيجيلك من اللي انت بتعمليه ده، لان الرجاله اللي بجد لما بتحب تتجوز بتتجوز المحترمه اللي صاينه نفسها، مش بتتجوز بنت رقصت قدام الوطن العربي كله وبقت ترند.